رانيا، مين اللي كسر ازاز الحمام كده؟ هيكون مين يعني يا عادل؟ خمن كده؟ ايه، الشعب عمل ثوره على الحمام وكسر الازاز ولا ايه؟ لا، وانت السيد ده جدك يا سيدي عمال يزقلنا بالطوب، يزقلنا بالطوب من بالليل. انا مش فاهمه ايه لازمه الثوره الصامته دي؟ ما يقدم مذكره بطلباته. هو معتصم ولا ممتنع عن الاكل ولا حاجه؟ تقريبا. وبعدين بقى؟ ما تقلقش، احنا بعتنا له متحدث رسمي باسم العائله عشان يعرف طلباته ايه. وقعت فريهم زنازين ومراكين. زنازين ايه بس يا بابا ستو؟ طب ايه رايك تبيع الزنازين دي للسجن او تكسب فلوس بدل ما انت عمال تخسر كده؟ بس يا هبل، بس يا هبل سجن، بس يا هبل. طب قول لي بس يا عم، قول دلوقتي في حد داسلك على دين؟ ولا ده انا دوس على ديون عيلتك كلها. شمبانزي شمبانزي، هذا شمبانزي. امال ايه بس اللي معشعرك كده يا عم بقى؟ انت بتنرفز عليا وبتعلي صوتك عليا يا قد. هما دول الناس دول كانوا كل يوم بيبعتولي اربع حتت لحمه، النهارده بعتولي تلات حتت لحمه بس. ايه ده، تلات حتت لحمه بس؟ يعني مفيش فراخ ولا كباب حله ولا حوشي؟ ولا تبقى تجيلي انت كل يوم انا احط لك شويه اكل واحط لك شويه سريس واحط لك شويه حب. حب؟ حب الشباب ولا حب العزيز؟ لا، حب يضربك بقى. خش يا صرصار، خش يا صرصار. ايه، هتضربني ولا ايه؟ خش يا صرصار. ماشي ماشي. هي ابني مالك، في ايه؟ لا مفيش، مرات عمي بس اسلامها الدمويه رد في وشي عشان كلت. يعني كلت؟ كلت ايه؟ دي رانيا هي اللي طبخانانا النهارده. يا حبيبي ليه تعمل في نفسك كده بقى؟ يا ريت يا ريت والله كلت ابو رانيا، ده انا كلت ضرب مربح من الراجل اللي ورايا. الراجل ده الحقيقي الحقيقي الحقيقي. ضرب مربح. انت لسه شفت حاجه يا صرصار؟ ماشي ماشي. وفين الواد الهفا اللي اسمه عادل؟ راح الشغل. مرات عمي والله العظيم انا دولة وحشني قوي والله. انا هروح له دلوقتي علشان نار دولة ولا جنة الراجل اللي هناك ده. وانا مرات عمي والله العظيم. ماشي ماشي يا بابا ستو، ماشي. خد يا صرصار. ناولين المقاشة يا نعم، ناولين المقاشة. حاضر حاضر يا بابي. ايه يا رورو مالك حبيبي؟ واي ار يو سو نيرفس كده؟ اهو هو نيرفس، ولشوفك يبقى نيرفس. وعارفة ولو الواحد كان نيرفس ولو ما يشوفك وانت عاملة ايه؟ ميرسي تي تري جونتي. طب ما تقومي كده يا قمر يا حلو وتمشي قدامنا كده عشان الواحد يتفرج على الفيديو كليب. نوتي 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 بابي. وايه، وانتوا فين الاكل امال؟ وبعدين انتوا قللتوا اللحمه بتاعتي وبعتين لي ثلاث حتت وليه؟ بس الفلوس على القد. طب على قدكم انتوا، لكن انا بالي. وانتوا هتورثوا وبتوا هتورثوا هتورثوا، عارفين هتورثوا كام؟ كام كام؟ مين اللي قال كام؟ انا اللي قلت كام. انا اسفه، انا اسفه ان انا قلت كام. هي الولايه دي تبع مين امال؟ حبيبي حبيبي تبعي انا انا انا. لا خلاص، تغلط براحتها. جميل انت قمر يا عسل وطحينه، وهاتوا بقى ايه، عيش سخن ونغمس. عارف يا بابي؟ انت عارف ايه؟ النفقه بتاعتي اتقطعت. هو يا هو يا هو مين اللي قطعها امال؟ الموكوس سعيد طليقي. وطلعك امتى؟ وانت قلتولي، انت قلتولي ولا قلتولي؟ الله، امال انا قاعده هنا ليه؟ قاعده هنا ليه بقى؟ انا هقول لك يا رورو يا حبيبي. اصلي الراجل اللي طلقها ورماها بره البيت كده بالجزماتوس، ها؟ يعني قطع عليها النفقاتوس بتاعتها، وهي بقى عايزه واحد راجل بعدلات كده عشان يوقف لها وعلشان ياخد حقها. برضه مش هتتجوزي بابي. وانا برضك بابي يعني، وهقفلها بقى. طب وهقفله فين الراجل ده؟ هو عنوانه سبع شارع البرانسيون. برانسيون؟ واروح شارع البرانسيون؟ روح شارع البرانسيون يجيلي، يجيلي شارع البرانسيون وانا اقفله، وانا اقفله شارع البرانسيون. ما هو بيخاف منك وبيهابك من يوم قرايه الفاتحه، وبيعمل لك الف حساب. الف حساب؟ أي. والف وحساب وجغرافيا وحساب مسلسلات وتاريخ ويلا.
ماما مش ممكن اعمل اللي انت بتقوليه ده. يا اختي ما تعمليش فيها الابنه الصالحه. يلا انا فعلا يا ماما ابنه صالحه. يا ربي وقلبي غضبانين عليك اليوم الدين لو ما سمعتيش كلامي. بصي سناء مش معقول كده. عايزه اقولك حاجه، رضا الممهات اهم بكتير قوي من رضا البابهات. اسمعي كلام ماما. سناء لو انا كلمته مش هيسمع كلامي، ولو عادل كلمه هيفتكر ان في حاجه. يلا بقى. يا رب سامحني يا رب سامحني يا رب سامحني. يوه فين بس كده النملة حبان عندها على الاي دي وهتعرف ان احنا طلبناها. مش مهم رودي. رودي يا جسمة، رودي يا دور، رودي يا رمة، رودي وإلا هتطر هزقك. جزمة رمة لكن تهزقني لا يا شيخة بقى. كرمتي يا ماما. هي دي. يلا الو. ايوه يا منتعي، ممكن اكلم بابا؟ يا زفت التين المدعوقة انا جبني من على الحيطه بشمشم. انا ما بتجبش بشمشم يا ابني. لا ما بيلزقش. ايوه يا بابا. ايوه حبيبتي. بابا بموت يا بابا، بحتضر يا بابا، مش قادره يا بابا، انا سخنه، درجه حالتي 85. هات لي كيس فاكهه وتعالى زورني يا بابا، ده انا بنتك الوحيده. ايوه بس الفاكهه كده تتعبك. بقول لك حاجه، اسمعي، خدي سبرينج. بابا استنى استنى، كنت عايز اقول لك حاجه مهمه. انا متصله عشان اقول لك في جمعيه يا بابا عاملينها ب 100 جنيه في الشهر لمده 80 شهر، ومش لاقيين حد يقبضها الاول. كده 10 دقايق وابقى عندك. اول ما عرف ان انا تعبانه ومش قادره قال لي جايين الطيران وهجيب لك معايا كل الفاكهه اللي انت بتحبيها. يا سلام، حنين يا نينو، بيحبني قوي اصله. بابا فينك بقى بركات؟ وفينك سعيد يا عمي؟ سعيد او سعيد. وفينك وفين ايامك؟ وفاكر والطاوله وجهار وشيش وياك بابا خش في الموضوع. ومش كان في بنت اسمها شرح كنت تعرفها ما كنت بتجوز البنت بنتي؟ طيب انت معاك تليفونها؟ معاي. طب بصوري بقى بصوري. لا سيبك منها، انا عندي ليك واحده كده ما تضربش لسه فيها مفك. وسحران طبيب ولا ايه؟ وانا ما فعلك اباجوره. بابا خش في الموضوع. خش انت جوه، انا ما عنديش ستات يقفوا في وسط الحريم. يلا اتكل على الله جوه. يلا وانت عامل ايه بقى؟ وازيك يا رؤوف؟ وراك ايه؟ سعيد يا عم سعيد. طيب خد يا بت، خد يا بت، انت يا مترنك، يا مترنك اخضر، تعال خد. مش فاهمة حضرتك بتوجه النداء ليا انا؟ امال يعني يا لبك؟ ما هو حضرتك لو عايز مامي انا ممكن اخش اندهلك عادي يعني. لا روحي اعملي لقمة للراجل الغريب اللي ما اعرفوش ده. لا يا عم ربنا يخليك، مش عايز اكل. لا متشكر، الا طبيخ رانيا. لا بلاش طبيخ. طب روحي يلا، روحي على لبك اجري، ومش عايز حد يروح. الصحة ما عادتش مستحملة يا عم رواش. وانت اخبارك ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله كويس، بس من طعم مراتي حصل لها مشاكل من تحت طبيخ رانيا. وحصل لها ايه من طعي؟ كلت الطبيخ من هنا، شعر راسها كله وقع على الارض من هنا، اضطرينا نجيب لها باروكه وبنسدد فديونها لغايه دلوقتي. يعني مراتك بقت قرع وراي المثل، يا قرع رخ رخ على مطرت بنت وخالتي. امال فين سناء؟ سناء بنتي وبتنظف الاوضه بتاعتي والفوق. عايزه ليه؟ اصلها كانت قالت لي اجي اقبض جمعيه، فقلت اجي اخلص المصلحه دي وامشي. طب دلوقتي وانت ليه مصاهين وعلى النفقه؟ لا 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 لا، عيب عيب، ما تقولش مصاهين. مصاهين ده ايه؟ انا مستنطع انت عارف، من طعي والباروكه واخده مني فلوس كتير. يعني انت عشان ما تشوفش الباروكه وتشوفها قرعه واحنا نجوع من الموت؟ طب ونعمل ايه بس؟ لا ده بص، لا انت لازم تجيب الفلوس بتاعت النافع. ايه ده؟ انت بترفع عليا السلاح؟ وغزك وغزك، وانت فاكر يعني ان انا زهايمر وعجوز؟ لا ده انا غزك واطلع لك كرشك ده وغزك، عارف اعمل ايه؟ قلبه بجد؟ خد جزمته؟ الساعة؟ حتى سجاير والولاعة؟ وعلق حلمه على الشماعة؟ هو كان بيقلب محمد منير ولا ايه؟ أبا طبعا فرحان، انا مالي يعني، يا جدي يقلب ابويا انا مالي، المهم حد فيهم يتعور في حاجة. ماشي
سلام سلام. ايه دولة، هو بابا سته ارتكب جريمة تانية؟ لا يا سيدي، قلب بابا وخد محفظته وخد كل حاجة معاه. الا طب وانت دولة بقى هتسكت ولا ايه؟ مش اشكال انا اسكت ولا ما اسكتش، المشكلة ان بابا يسكت، ولو بابا سكت سلوى منطعي المشكلة ان هي اللي تسكت. هو فين؟ هو فين ابن دراتي اللي مش عارف ابعد عن سكتي؟ يا دهوتي يا دهوتي حبيبي. ايه ده، انت بتقولي شعر زي دولة؟ طب اتفضلي اتفضلي. وحضرتك عامله كده ليه في شعرك؟ يعني انت جاي من فرنسا ولا ده مسبوق ولا ايه؟ ده فاشون شوز يا حبيبي. ما انا بعد ما اكلت من ايد المدعوة امراتك شعري ضرب باظ اتبهدل، جبنا الباروكة دي وضربتها كده على دماغي. طب شفت، انت اكلتي من ايد المدعوة امراتي مرة واحدة وحصل لك كده. انا باكل من ايديها بقالي 10 سنين ما صعبتش عليكي. يا حرامية يا نور، انا مش همشي من هنا لما اخد الفلوس اللي ألفته فيها الراجل. فلوس ايه ده؟ بيقولوا لقوا في المحفظة بتاعته 40 جنيهات. يا سلام، والساعة كازلك والسونسيال والسلسلة. السونسيال والسلسلة؟ ده انت بتتكلمي فرنساوي زبالة، انت كنت فين في فرنسا؟ بص بقى حبيبي، انا مش ماشية من هنا الا لما اخد حق جوزي على داير ملين. طيب حضرتك خدي حقه من اللي خده منه مع جدي. لا حبيبي لا، انت طيب غلوب تيجي معايا سكة، انما التاني لا شرس. طب حضرتك يعني بصي من الاخر، يعني انا معيش فلوس. ايه ده ايه ده دولة، معكش فلوس ايه يا عم؟ انت خاف تتحسد يا دولة؟ دي يا دولة مرات ابوك، يعني في مقام والدك والخال مقام ابويا بس يلا يا رمزي، بس بصي يا ست معيش فلوس. حبيبي انا شم بقى ريحة استخفاف على استعباط على استحقاد. انت قلت ما معكش ايه يا دولة؟ قلت معيش فلوس حضرتك. ايه ايه يا دولة بقى بقى ايه يا عم، بطل كدب بقى، ده هو الكدب البانة في بقك. حضرتك والله انا في غاية الانعزار من دولة يعني، بس هو اكيد بيهزر على فكرة. احنا حضرتك معانا فلوس كتير الحمد لله، ويا ريت تكفي. لحظة واحدة، حضرتك محتاجة كام يعني؟ بتعمل ايه 4000 جنيه. جنيه ينتح جنيه؟ بسيط. اوعى يا عم يا كداب. اتفضلي 5000 جنيه، وفي 1000 جنيه زيادة علشان لو حصل اي كدب ولا حاجة وما تلاقيتنيش، انا تحت امر حضرتك. اسفخس عليكوا علم ما تجيش غير بضرب الكوتشي. سلام يا حبيبي. مع الف سلامه مع الف الحمد لله خرجتك من الازمه. هو ندولة ابقى اتعلم بقى حاجه مني بقى يا دولة بقى، الامانه سر النفاق. انا بحبك قوي يا رمزي، انت جميل يا لا. ربنا يخليك يا دولة. انا على فكره ماما كانت بتقول لي كده برضو، كانت بتقول لي يا رمزي انا ما خلفتش غيرك. وهي كانت خلفت غيرك؟ لا. رمزي انا مفروض بقى في حاجه زي اللي انت عملتها فيا دلوقتي، وفلوس طلعتها وبتاع. مفروض اعمل فيك ايه؟ المفروض طبعا تضربني عشان انا عملت لك مصيبه كبيره. مفروض اضربك؟ طب ايه رايك بقى رمزي، انا مش هضربك. لا يا دولة لا لا، ما تقولش يا دولة اضربني بقى وخلصني يا دولة والنبي. مش هضربك يا رمزي. يا دولة اضربني بقى، اضربني اضربني. مش هضربك يا رمزي، مش هضربك وغور من خلقتي بدل ما اضربك. فعلا عتاب الندل اجتنابه. وانت بقى هتعمل ايه في الفلوس اللي خدتها منك البت القرعة دي؟ يا كروديا يا كروديا. ما انا جاي لك عشان كده يا جدي، يعني يا ريت نرجع لهم الحاجة اللي انت خدتها وناخد فلوسنا. ترجع لهم حاجتهم واحنا خدنا بينهم حاجة؟ احنا ما خدناش بينهم حاجة لحد. بص شفت الساعة دي اللي هي كوسترايز توست؟ ايه ده، الله وريني كده. ايه ده يا عم، دي الساعة دي ب10 جنيه، وهم مخدوا 5000 جنيه، يعني يجيبوا بهم 3 ساعات بس. يا اهبل يا اهبل يا اهبل. بابي اتصرف، دول خدوا كل حاجة واحنا ما خدناش حاجة، يعني هم اللي كسبانين. خلاص خلاص خلاص، وما تقلقوش، احنا هنعمل قعدة عرب بقى، وعرب من كل حتة، يعني عرب من ليبيا ومن الخليج، وعرب وعايزين عرب من المغرب. انا مرة كنت في المغرب وكان وعرب يلا. شوف يا حاج رواش، انا اللي جابني هنا بعد المقلب السخيف اللي انا خدته منكم المره اللي فاتت ان انا بعزك جدا، ده بالاضافه ان انا جايب معايا البوبي جارد بتاعي. يا حبيبي، واللي له شوف حاجه يعملها، واللي حصاني كسرني، واللي فسحني كسحني. حبيبي
اللي انت جايبها وعايزه مسمار في لسانها ويعني وزغبط ولولولو وحبيبي وايه ده؟ بص يا بابا جدو احنا اللي لينا حبيبي خلاص اخدناه خلاص. يا سلام وخلاص. طب وبنتي والنفقه وقفلها عشان النفقه؟ عدها المحاكم، تروح المحاكم، هناك في القاضي يا قاضي يا قاضي حبيبي. وفي قاضي وفيني ومحاكم وعيلتين وعيله واطيه وعيله واطيه ويروحوا محاكم وبوليس ولا يعني بص احنا بص نلعب دومنا، نلعب دومنا على الفلوس واللي يكسب ياخد الكرشينه ويلا. ايه اللي انت بتقوله ده يا باب؟ يمكن نخسر. مين اللي يخسر؟ ده انا مره وانا في المغرب وكان في 4 سحرة وجم لعبوني وتعبان ورحت اخدت تعبان ووديته. طيب نعمل ايه يا منفع؟ لعبه ده بقى راجل اعمش، يمكن نطلع بالشقه. عرسه جت في البيت، عرسه جت في البيت. يا بابا انا عرسه بقها. يلا العب. يلا يا حبيبي يلا خد سيف وكمان سيف. هات الواد. الله ده شبهك بالظبط، شبهك بالظبط يا بابا ست. بص دين وبعدين منطقي هنعمل ايه تاني؟ العب على البت، البت في الحلم دنيا. دنيا بنت اختي. دخلت بقى تاني. خد سيف. السيف؟ سيف ابن اختي. خد سيف. خد سيف. هات البت. هات البت. الله كويس بقى ان الواد جه الاول عشان يشكمها البت دي. صحيح انت ده بتري حريق دمي. اسكتي شويه مفيش غيره. يلا خد سيف. سيف كمان. سيف وسيف وكمان. هات الشايب. شفت يا منطعي احنا بنتقطع. انت حبيبي لوحدك اللي بتتقطع عشان انت موكس. اوعى انا اللي هلاعبه. خش عليه. هات الكوشينه حبيبي. طب ابعدي طبعا عشان الحاجات دي فيها حاجات ممكن تسرق يعني. وعايز الكوشينه وانا هلاعب واحد ست. وهاتي طيب وهاتي واحد على قدك بقى وهكسبك. هكسبك برضه. يعني وده كرم الضيافة عشان احنا كرم الضيافة او كرم الضيافة. وهاتي 7 ترفل وهغلبكوا ان شاء الله. احنا اللي غلبنا حبيبي. هقطعه ما انا منطعي. خدي طيب ادي اهو حقك ودول بتوع علاوة. يلا العبي. عايز حقي انا. عايز حقي. اصبر اصبر اصبر. العبي امسك دي. ايوه كده تعدل لي حبيبي. هاتي 5 6. ايه هاتي 5. طيب 5 هات حبيبي. هات يا روحي. خد يا سعيد، خد بينا اغنية. خد عشان تشوف بيها ال يا سعيد. خد يا سعيد. هاتي ايه يا حبيبتي؟ عندكم حاجة تانية لسه ما خسرتوهاش يا بابا جدو؟ هاي يا خمسة يا قلب. خمسة وخمسة في وشك. اه حبيبتي. كسبنا يا سعيد كسبنا. بصي يا نعم ما عندناش غير التلاجة بقى، احنا هنلعب على التلاجة و يلا. لا يا بابي انا هلعب على ده، كان هداهولي المحروس. هلعب عليه يا تاخديه يا تخسري كل حاجة. يا موكس كنت بتهديها يا حبيبي عمال لي لفيف. ماشي بقول لك ايه يا حبيبتي، انا ما بحبش حاجه جوزي تبت بره في ايد حد غريب. يكسبه يخسر.
لك كل حاجة. ولو خسرتي يا حبيبتي هناخد الباروكة. فرصة يدبسوا في قصتها. يلا عايزة ايه؟ حاضر حبيبتي. ها هات النضارة يا حبيبي. انا سمعت والله بس عشان ما اعرفش امشي. وهاتوا الفلوس كلها والا الباروكه. الا الباروكه. اوعى اوعى ولا امشي اوعى. الحق يا سعيد. اهلا اهلا. ازيك يا بابا؟ بابا انت خليت فيها بابا؟ طب وانا مالي؟ طب يا بابا طيب انت مالكش دعوه، انما جدك، جدك السوسة ده الله يجازيه كسر شمختي وعر راس منطعي. يرضيك يرضيك يا استاذ عادل. العيال يزفوني في الشارع ويحدفوني ببذر الزيتون ويقولوا الوليه المهروشه هي الوليه المهروشه هي. ولا 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 اسيبوني بقى. انت مالك انت مالك؟ يرضيني ما يرضينيش طبعا يعني. طب وانا اعمل ايه؟ طيب خدوا كل حاجه ورجعوا لي كبريائي. ده شعر المرأة يفقد جمالها. يفقد ايه؟ الانتخابات اللي دخلاها دي؟ عارف عارف يا عادل، انا من ساعة ما خدت الباروكة بتاعت منطعي والله يا ابني ما انا عارف ابصلها من اني ناحية. انا لو منك يعني ما بصلهاش يعني. طب حضرتك يعني يا بابا بص، احنا ممكن رجع لها الباروكة ورجع لها كبريائها واليوفط وكل حاجة، بس عندنا شروط. انا موافق على الشروط، بس ارجوكوا رجعوا باروكة منطعي. حاضر يا بابا، هنرجع لها الباروكة ورجع لها الكبرياء ونشوف العيال كمان اللي كانوا ماشيين وراها وبيقولوا كانوا بيقولوا ايه؟ الوليه المعروشه هي الوليه المعروشه هي. ولا 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 انت تعرف مين العيال اللي عملوا كده؟ ايوه دول لما انا كنت معاهم. خرب بيتك، انت بتشرب الشاي بالشفاطه يالا؟ شوف الجهل يا دولة، انا المفروض ما ردش عليك لكن انا هرد يا عم. لا ما تردش ما تردش. عيني بص يا دولة، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافة دي يا عمنا اكتر حاجة معرضة للتلوثات للجو. ايه الشطافة؟ انت بتتعامل مع الشفاطة على انها شطافة يالا؟ وايه الفرق يعني يا دولة؟ يا ابني الشطافة مش للشرب. امال ايه يا دولة؟ لا حاجة تانية خالص، لكن الشفاطة بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساقعة بس، مش تشرب بيها شاي. والشاي برضو بيتشرب بيها شاي يا دولة، علشان في فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات دول على أساس إخوات فيروز الصغيرين. أنت الفيروزات يا ابني لو دخلت جوه معدتك أنت اللي تعديها. بص يا دولة، أنت تقعد أقعد أناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. أنت مش مفروض الواحد يفهمك، أنت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطة. إيه ده؟ ده أنا؟ الشاي لو سمحت. إيه ده؟ الراجل ده أنا عارفه ولا يا رمزي؟ غريبة، مع إن أنا حاسس إن أنا معرفوش. اتشطف وأنت ساكت. لا أنا عارفه، أنا متأكد، كان معايا في المدرسة واسمه حمدي. يو يا عم بقى يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده ايه ده انا اعرف الناس دي، ايه ده ايه ده انا اعرف الناس، وتروح تسالهم يقول لك احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده. ولا ما تخافش ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه. دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافة. خدت الشطافة؟ بقيتي لي قاعدة كده؟ معقولة؟ الشطافة لازم جوه القاعدة. يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ يلا اتكل. الو؟ أيوة أنا المهندس حمدي السيسي. أنت بتضحك ليه؟ أنا بابا اسمه السيسي، أنت مالك أنت؟ أيوة أيوة. أنا بلغتهم في فرنسا إني مش قبل شهر عشان أبتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ في حاجة يا أستاذ؟ يا حمدي أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسة النقراشي الثانوية العسكرية بنين. فاكرك. لا مش أنت، أنت أقفله عشان الكارت أنت. أقفل أقفل. أهلاً يا عادل. إزيك يا حمدي؟ وحشني. أخبارك إيه يا حمدي؟ عامل إيه؟ أقعد. ياه. أخبارك إيه؟ الحمد لله. أسكت.
مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحله الجايه لمترو الانفاق؟ ما شاء الله، برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزه اصول الثقافه عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي، انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات لا، دي هوايه عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياي، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني، تيجي تزورني بقى كل يوم، لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنى الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو تمشوه في اي شارع تاني. هو انا جايب ابن اختي افسحه؟ بقول لك ده المترو، المترو عارف كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتتشال، هتتشال، تصور. محلات هتتشال ايه يعني؟ الوقت عوزه؟ ده مشروع قومي، الله، لازم يبقى فيه تضحيه. ايه يعني شارع او شارعين، محل محلين، كل ده عشان القاهره الكبرى يا اخي. قاهرتي وكبرتي ايه؟ كبرتي يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشي المترو بتاعكم من الشارع اللي فيه المحل بتاعي. الله، لازم يبقى فيه ضريبه يا اخي، ايه المشكله يعني؟ طب ما انا بدفع الضريبه، انا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الاعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع. هي مصلحتي ان انا ادفع وبس، ما اخدش حاجه خالص يعني؟ هي دي ضريبه النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبه، انا فاشل يا سيدي، المفروض ما ادفعش بقى ضرايب بتاعت الفشل دي. اوعى تقول على نفسك كده يا عادل، انا عايزك تعيش معايا اللحظه. تخيل المشروع ده بقى بعد 6 7 قول 30 سنة لما يخلص، تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، الفخورة واخداك وانت ماشي في الشارع كده، ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لولادك وتقول لهم تخيلوا يا اولاد المحل بتاعي كان جنب المترو. يا سلام، ده ايه الفخوره اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ليه؟ انت مش عندك بازار؟ اه يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى، انا هخدمك خدمه عمرك، انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ اه لو كده يبقى معلش، اه محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا طبعا. اه 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 طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه؟ احنا اصدقاء طفوله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم. ده فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه. القطار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر. الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل؟ مالك؟ مالي؟ هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري، ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو، حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مس المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست 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 انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي، وما تخليش تحيزك للترماي اسرع عن رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترماي ولا للمترو، ماله التوك توك؟ صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومن الحارات ويجي عكسي، ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات، ماله التوك توك؟ انتوا قصدكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار، الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه يا ماما البازار بح. كمان كمان عادل كمان، كاسكم فا فيلم نو. والنبي حبيبتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه.
بصوا غيروا المحطه دي، غيروا المحطه دي، انا مش عايز اسمع اي حاجه فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اطفي التلفزيون خالص. حاضر حاضر. بصي يا عادل، انا عندي فكره رهيبه رهيبه، ايه رايك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعه البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمه، على الاقل الاقل تاخد تعويض. او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم، وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهره، ابو الهول براس انسان وجسم مترو كبير. جسم مترو ايه يا ماما؟ يا ماما كده اهو يبقى في دعايه للمترو. احنا عايزين دعايه ضد المترو على فكره. اصحاب المحلات لغايه دلوقتي ما عرفوش ان المترو هيمشي في الشارع، انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام، اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص. لا، عادل اذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمه من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش غش واحتيال، حرام عليك يا اخي، حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس. ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. معلم تيتي، انا حصل لي ظروف صعبه جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعه، وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي واخويا المعلم تيتي اللي فكرت ابيعهم له. يعني اخوك وحبيبك؟ احنا هنصيع، ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات. بس عادي يعني، انا وانت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك انا معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان الام دي ما تتعورش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي تيسي. ايه؟ التيسي تيسي، وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني، بس جه الام يعني، وبعدين يا عيني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي تيسي تيسي، لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني. ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا، مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك عفشه ومحلك عتبته فقريه، لكن هفكر. ايوه فكروا نباتيتي، لان يعني لازم، عايزه تعمل عمليه، والعمليه دي عينك دون وبتقطع عليا منفسن. ايوه مش هعمل كده تاني، بس عمليه ولازم تتعمل في بلاد بره، حرام عليك. بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه، انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها، اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش. يعني يا معلم تيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبتجز؟ ما انت ياما خربشتني ودفرك طالني. طب خلاص خربشك ايه؟ الضوافر اتقصت والسنان اتخلعت والتيسي تيسي جه لامي. خلاص اذ ربما انا اعدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك. ربنا يخليك ربنا يخليك، ماشي بكره، بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول. ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده؟ بقول لك الام يا معلم تيتي الام، وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف اتعدي صراحه. هو معدي؟ اه معدي. اخلع انا بقى. خد دي كمان يا معلم تيتي. تشكر. خد دي معاك. شايفني بلم زباله؟ على رايك. عموما بالشفا يا معلم تيتي. بالشفة دي تقولها للست الوالدة إذ ربما أنت بطل عطس. يا سيدي ما تدوق، إيش يعني جت على كده؟ بقول لك إيه؟ إذا حبيت تبيع هدومك إديني رنة. حاضر يا سيدي، معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك، ده إيه اللي أنت لابسه ده؟ شفاف يا معلم تيتي، معقولة يعني؟ لكن برضه أبقى أديك رنة. حاضر. سلام عليكم. مع السلامة يا معلم. خلاص يا معلم؟ يلا رجالة. الحمد لله. خلصنا من البضاعة. ايه ده؟ ايه ده دولا ده؟ ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا، بعت البضاعة دي كلها؟ يا ابني بعت ايه؟ أنا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية. لئيم أنت برضه يا دولا، استكملت لحد ما تكمم. أنت
الكلام يلا في مستشفى الكلب. يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري نخب الخازوق اللي خده المعلم تيتي. ده مش خد خازوق عادي، انا اخيرا خلصت من البضاعه يا رمزي، فاضل بس اخلص بقى من البازار. اه يا دولة بقى نخلص بقى من البازار او بص نتخلص منه. عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت، لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله. بقى كده دولة، ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكره جهنميه بخصوص بيع البازار ده. فكرتي بقى فكيك. بص كويس يا دولة، كشري ماله يعني؟ المعلم زعزوع القصبجي يا دولة. ماله المعلم زعزوع؟ اللي بناكل من عنده كشري يا دولة. ايوة اخلص ماله. اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دولة. هتقول ولا نفخك ماله؟ سمعت يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا. بتاعنا؟ هو المحل بتاعنا بس يعني، لكن مادام عايز يشتريه وخدك انت كواسطة يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا. انت عرفت ازاي؟ ايوه دول انا هقول لك، انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه، بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه، واحنا بقى دول مش قريبين بس ده احنا لازقانين مع بعض. هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم. انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع. معقوله يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي؟ ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده، يقولوا جاي كوش على الشارع كله، وانا ما بحبش ازعل حد مني. عموما الاكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله لاخره. تقصد ايه يعني؟ اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعمه بالله. بص يا استاذ عادل، انا قلبي انفتح لك قوي، بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي، ده كار ابويا وجدي وجد جدي، وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي. ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني. مظبوط، لكن دي مش غيتي، انا غيتي اكبر من كده بكتير، انا طموحي ملوش حد. يا سلام، وايه طموحك في محل كشري يعني؟ هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا انا غيتي في القصب. ليش انا حاسس ان القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني؟ لا مش عليه، انا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجعنا خطوه لقدام ونرايح الزبون. طب هو الزبون عدم المؤاخذه يعني تعبان في ايه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطه عندي شديده قوي ووعره، اهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل يروح يشرب كوبايه قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى افكارك. عموما بص بقى يا معلم، انا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط، شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد ايه. بما يرضي الله حدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوقك و50 بعد شهر ونمضي العقد. نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رايك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي ومش عايز اي حاجه تانية بعد الشهر ونمضي العقد على طول دلوقتي؟ امرك عجيب يا استاذ عادل، أنا أول مرة أشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكلة في اللي تحت. يا سلام، أخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعة، مش فاضل غيرك يا رمزي، عايز اخلص منك. دولة حبيبي يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها انا عايز حاجه صغيره يعني نسبه كده 80%. نسبه يا ابني؟ انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. اخلص منك، سافر بقى يا رمزي. حمدي، ازيك يا حمدي؟ عادل، ازيك يا عادل؟ وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت اروح في ابو نكلة يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكلة ولا ابو فجلة خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانت انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دولة
ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دولة. يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي، اتخرب. ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معايا فيها، اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني. ايه ده، هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ خص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل، على فكره بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومه، انت غلطت، ما انا عارف ان انا اتزفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المسألة مش بالسهولة دي، البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني ده كان في شارع مميز جدا مليان حركة. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحة، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم، بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه يعني، لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. والحاجه جديده زي ايه حضرتك؟ زربان يعني، واطي، خسيس، دني، لوكل. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكل، وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها يعني. المحل خلاص باح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع. طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا يعني، انا هعمل ايه حضراتكم يعني؟ ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب، خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاعت شحن، وخد الفلوس كلها وطلع على برا حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع برا يا هلا، اطلع. حاضر يا معلم، حاضر. طب يا معلم، والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك، ده انا عندي ست ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك، جيب لهم فلوس منين حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم، ربنا يخليك والله يا معلم، هقعد ادعي لكم كلكم. خلاص خلاص، هشغلك معايا في المحل. هتشغلني يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم، اشره لكم واعصره له. يلا. قول لي بقى، ايه اللي تعبك دلوقتي؟ حضرتك بقالي 5 ايام مش عارف انام. دي حاله ارق غير عاديه. طب ما حاولتش تنام بالعافيه؟ حاولت حضرتك، لدرجه ان انا خدت معايا مرتبه ومخده وديتهم البازار عشان انام عليهم زفت، رمزي خدهم مني. دكتور، هو انا كنت قريت في بعض الكتب العلميه والموسوعات السريه ان قله النوم دي معناها ان الشخص ده شديد الذكاء. قله النوم شديد الذكاء؟ عشان كده انت دايما نايمه على روحي. انا اول مره اسمع الكلام ده. دي عين مصابتك يا ابني والله. طب يا دكتور، يعني حضرتك شفت حالات متشابهه كده في الفنجله اللي فنجلها كده عادل؟ شفت بصراحه، بس ما كانتش 5 ايام. طب حضرتك ايه الحال دلوقتي؟ انا نفسي انام حضرتك يعني، انا بقيت عامل زي حسن الاسمر يعني، بحلم وانا صاحي. هو طبيا ما فيش غير حل واحد. الحقني بيه، ابوس ايدك. الحقنه دي بتتعمل للفيل لما يحبوا ينيموه، ونادرا لما بيحتاجها. حضرتك الفيل يعني؟ طب مش مقلقه ان انا ممكن لما اصحى يعني الاقي نفسي بزلومه ولا حاجه؟ خلصني، هتاخد الابره ولا امشي؟ حضرتك ما دام ما فيش حل غيرها بقى اخدها وامر لله. طيب قول لي، نفسك في حاجه قبل ما تنام؟ وحضرتك هتعدمني ولا ايه؟ خلصني، هات ايدك بقى. حاضر. طب نفسي اقول حاجه بس، ما تبقوش حاسبوا الدكتور الا لما اصحى. انت بتقول ايه؟ سوري بقى يا دكتور، دي كانت وصية عادل قبل ما ينام، مفيش فلوس.
يا جماعه دلوقتي انا جاي معاكم علشان عادل مصر ان باباه سعيد يجي يبات عندنا هنا، وانا كلمت الراجل وهو جاي دلوقتي. طب ايه المشكله في كده يعني؟ المشكله راجل هينام فين؟ شايفه البيت يا حماتي فسحه يعني؟ ما يترزع هنا في الصاله وينام وخلاص. ماما ايه؟ بابا يترزع؟ ما تقوليش كده، ما تشمتيش فينا الاعادي. يتزرق فعلا فعلا سوفاج، كان لازم يديكي بالجزمه ويطلقك بتلاته، يتزرق حرام. شوف يا ست انت خلاص. يترزع هنا في الصاله؟ طب والله ده حل كويس. حرام يتزرع هنا لوحده في البرد دوت، لا اصل هو حنين خالص وسمباتيك ورقه. يا حنينه، خايفه عليه من البرد؟ فور شور بقولك سمباتيك ورقه وحنين يا نينو. ده لازم بابا. رايحة فين؟ رايحة مشوار لحد الباب، تحبي تيجي معايا؟ مشوار؟ طب يا حبيبتي ما تتأخريش. لا مسافة الطرقة تقصر. شكلي حلو؟ بابا بو. بابا سلام قولا من رب الرحيم. ايه يا عادل ماله؟ ابن حبيبي ده في عز شبابه لسه، ماله حبيبي ماله؟ ايه يا راجل انت ما تهدى، انت داخل عزا؟ اتصلت بيا وقالت لي الحق ابنك ماله، في ايه؟ بيقولوا في دغبوبه. تعالى بس تعالى. في دغبوبه؟ مفيش دغبوبه خالص، بس خد نفسك كده واهدى وانا هفهمك كل حاجه. تعالى 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 اقعد هنا، خليها تفهمك، اصلها دكتوره. بص الموضوع اصله بسيط خالص، هو صراحه ان عادل اخد حقنة علشان ينام 3 ايام علشان يفصل من انت عارف طبعا لازم كان يفصل، وهينام 3 ايام، وهو قبل كده ما كانش بينام، قعد 5 ايام ما بينامش. انت فهمت دلوقتي؟ 5 ايام ما ينامش؟ هو ايه اللي سهره قدام التلفزيون 5 ايام؟ عادل عنده ارق يا بابا، ارق، والارق ده بيجي للفيل. فيل ايه؟ طب وايه اللي وداك انت الحيوانات بالليل؟ انتوا مهما تكلموه مش هيفهم لغايه ابني عادل ما يصحى، انا عارفاه كويس. لا لا انت غلطانه خالص، الكاميرا ده بيفهم كل حاجه، مش كده؟ وبعدين هو من حقه انه يفهم، فانا اللي هفهمه. ها او النبي لو سمحتي فهميني، انت بتفهمي كويس قوي. ميرسي ميرسي اسد، ده بس من ذوقك. يا مامي لم الدور شويه، لمي. اهلا يا عمو، حضرتك شرفتنا ونورتنا، بما ان دي كانت وصيه عادل قبل ما يروح في النوم الطويل والغيبوبه اللي هو فيها، نحيتك تيجي عندنا وتاخد بالك مننا ومن البيت ومن البازار. هو وجود رمزي في البازار دي مشكله لوحدها. لا 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 ما تخافوش، المشكله دي هتتحل تماما. انا متاكده انك انت هتحل كل حاجه وهتاخد بالك من البازار وهتاخد بالك مني، كم قصدي مننا. مش ميرسي ميرسي على ذوقك ولطفك اللي انت فيه. الله لا تعرف تسد مكان ابنك. انت ايه رايك في اللي بتقوله؟ دونت باذر، ولا عايزين انك سمعت اي حاجه. احنا هنخلص امتى من نظره فموعد فلقاء؟ اذا كان شايف واحده في الشتاء عايمه. لو سمحتي يا طنط ما تتكلميش على مامي كده. بيبي بيبي دونت باذر، ده مش من مستوانا احنا، هما دول مش من مستوانا عشان نرد عليهم، دول جربوعات جربوعات. بس اسكتي يا ست انتي، لمي نفسك، في حاجه اسمها عيب؟ ايوه عيب، فسحي كده من جنب ابويا. يا ماما انا خفت خالص. يا مامي لمي الدور، ابوس ايديك يا عمي، حضرتك شرفتنا. يا ترى حضرتك ناوي تنام فين في الفسحه اللي احنا فيها دي؟ لا 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 ما تقلقيش، انا رتبتها خلاص. ازاي؟ انا اقول لكم ازاي. رانيا تنام مع امها وانا هنام مع ابني جوه لغايه لما يفوق من التعسيله دي. برافو عليك، انت كده بتفكر صح خالص. صدق بقى ان كان في ناس واحده جربوعه بتقول انك انت تنام تتزرع هنا في البرد ده لوحدك. وهي يعني لما ينام في الصاله مش راجل؟ طب ويرضيك انت يا جميل ابو عنين، جميل انت وشعر اصفر. انما ينام في الصاله ويجيني برد؟ سلامتك ألف بعد الشر منك على الكحة وعلى الحاجات اللي بتيجي وحشة في الشريانينين وصدرك، وتهبري قوي بعد الشر، بعد الشر عليك كاميلا. بابا صدره زيق من كلامك وجاب بلغم. على فكرة بقى مامي إنسانة رقيقة وعشان كده خايفة على عمه مش أكتر ولا أقل. لا وحياة أمك مالكوش دعوة بالراجل، الراجل صحته كويسة وزي البوم. متشكر قوي، ربنا يخليك ليا يا أم عادل.
ميرسي يا ابو عادل. سيد سعوده، تحب اعملك في طرب ايدياتي دول؟ ايه الانسانيه اللي هبت عليكي فجاه دي؟ ده احنا بنتحايل عليك تغسلي وشك. ايه ده؟ انا هعمل الفطار، انا عارفه هو بيحب ايه. نو دارلينج، انت خلاص بقيتي اولد فاشن، خلاص هو بيحب التجديد، انت قديمه خلاص. انا اللي هعمل له الفطار. يا بنتي انت عمرك دخلت المطبخ؟ ايوه انا تعرفي حاجه عشان واخش يا شيخ. اسكتي انت، تعملي لنا حاجه ولا محتاجه ايه؟ بس انت وهي، انا مش فاطر، انا هروح انا اطمن على ابني وبعد كده اروح البازار. انت مش هتقعد معانا شويه ولا مش ايه؟ فاطر ولا قاعد ولا واكل. يا ساتر يا رب. بابا ليك حق يا ابني، ليك حق والله، انك انت يجيلك مرض الزهايمر ولا بتاع اللي انت جالك ده، دي عيله مجانين. عاجبك كده بقى؟ انت اللي طفشتيه. يا ماما مالك في ايه؟ ايه مالي في ايه؟ في ايه يعني في ايه؟ اه على بنتك، ده انا حبيبتك يا ماما. فضفضي وقولي فضفضي. شفت الوليه القرشانه كانت بتعمل ايه مع ابوكي؟ بتدلعه. غريبه قوي، وانت ايه اللي مزعلك؟ انا لا زعلانه ولا حاجه ولا متضايقه ولا حاجه ولا في حاجه ضربه في نافوخي، بس انا بقول ان ده عيب، عيب قوي يعني. بصراحه بقى يا ماما ما تزعليش مني، انت تستاهلي كل اللي يجرالك. عيب يا بنت؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي اسمها مجيده دي يا ماما بتضحك على بابا بالكلام المعسول، الكلام الناعم، غير ان بابا اساسا مش مستحمل. بابا راجل مزواج وعينيه زايغه. يعني عايزاني اعمل ايه؟ اغني تحت رجليه؟ لا يا ماما ما تغنيش، بس صنفري كلامك وهو طالع من بقك، فلطري. انت بتديله الكلمه من هنا يتفتح عليها محضر من هنا. يا حبيبتي انا طول عمري كده عايشه بطبيعتي. ما عشان كده ساب طبيعتك وراح لطبيعه صاحبتي. انا غلطانه اللي كلمتك يا ماما. يا ماما انا بتكلم معاكي لمصلحتك، مش عايزه مجيده تكسب منك الجوله. انا هقول لك تعملي ايه. والنبي ينوبك فيا ثواب، قولي لي يا حبيبتي. نمره واحد، تظبطي كلامك الدبش اللي طالع من بقك ده يا ماما. ايه اتكلم انجليزي يعني؟ هو انت بتعرفي تتكلمي عربي يا ماما؟ اتكلمي برقه، عصفوره بتغرد، بوقك ما تفتحش اكتر من كده. بصي ايه خاتم سليمان، سو سو سو، خصوصا مع واحد زي بابا اساسا عينيه زايغه شويتين شويتين ثلاثه، ده راجل العبان. ثانيا حاولي تنفذي كلامه بالحرف الواحد. كل اللي يقول عليه تقولي حاضر ونعم. ثالثا فكري يا ماما بأحلى أيام حياتكو. ليلة العيد لما أكل ذكر البط لوحده. يعني ما نبكيش من ذكر غير ريشه؟ يا سلام، كانت أيام. ياه يا ماما، يا ماما بقولك ذكريات حلوة تقولي ذكر البط. حرام عليكي يا ماما، حرام. عايزاني أعمل إيه يعني؟ يا ماما اهتمي بكلامك. خاتم سليمان إيه؟ اهتمي بلبسك، بشكلك، فلتري فلتري طريقة حوارك معاه، كده هتكسبي الجولة من مجيدة. كده انا فهمت وعرفت انا هعمل ايه، يا انا يا مجيدة. يا خوفي يا عادل تصحى من النوم يا حبيبي تلاقي ابوك متجوز حماتك. دي حاجة؟ لا يا ماما افكر في الموضوع ده كالبط ده. بصراحة يا مامي بصراحة كنت مزودها النهاردة مع بابا عادل. يا دي دونتي، ليه هتعملي بيئة زي البيئية اللي اسمها انعام دي؟ دي كانت هتاكلك النهارده يا مامي وانت بتتكلمي معاه، دي متخلفه. لا هي مش متخلفه، هي كل الموضوع انها كانت مراته الست. بصراحه اديكي قلتيها كانت مراته، يعني فعل ماضي. خلاص يعني ايه فعل ماضي؟ يعني قصدك ايه يا مامي؟ يعني مش لازم تتضايقي لما اتكلم مع سعيد بالطريقه دي، وكلام عادي خالص. ايوه انت كده صح يا مامي. صدقوا بقى ان انا اصلا خساره ان انا اقعد اتكلم معاكم في الحوار الرخم ده، انا اروح احسن اطمن على عادل. يو بقول لك ايه بقى، ايه رايك في الماما بتاعتك؟ مش عرفت بجد ان انا افرس واغيظ اللي اسمها انعام وامها. بصراحه يا مامي انت كنتي هايله. لا ولسه كمان، انا بصي لازم افطر وراهم علشان احسسهم بالفرق الكبير قوي اللي ما بيننا وبين بعض. حفزهم حفزهم حفزهم. بس يا مامي كده الموضوع ممكن يقلب بجد. ايه دي نويه اللي بجد؟ ازاي بقى انا ماما بتاعتك انت ممكن تبص للقهطه اللي صايل اسمه سعيده؟ نجاميه يا حبيبتي، انا بس زي ما بقول لك انهم لازم يعرفوا ان في فرق هاي كلاس ما بيني وما بينهم. ايوه يعني انا برضو مش فاهمه ناويه تعملي ايه ان شاء الله. يعني ناويه كده شويه دلع على شويه مياطه على شويه رومانسيه لحد ما افرس انعام دي واضمن انها تموت نفسها وتنتحر. يا سلام على دماغك يا مامي. يا سلام على دماغك يا مامي، ده انا هطلع.
كده. لا لا، ولسه بقى لما اقنع بقى القحطانينه ده اللي اسمه سعيد ان هو اعظم راجل في الدنيا ويعيش الحياه بتاعه روميو. يا خوفي يا مجيده لا تقلبي في اخر الروايه وتبقي جوليات. نو جامي. ايه ده، انت ما تعرفيش الماما بتاعتك ولا ايه؟ جامي يا حبيبتي، انا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه. بص يا مامي، انت الخطه بتاعتك ممتازه بس محتاجه شويه دقه في التنفيذ. انت عارفه الماما بتاعتك دقيقه قد ايه؟ عايزه اعرف بس ايه لازمته كل ده. لازم اعرف واكد على انعام وثناء ان هناك فرق. زي ما بقول لك كده يا رمزي، وسبت مجيده وانعام ماسكين في خناق بعض وهيقطعوا بعض وجيت على هنا على طول. الله عليك يا عمي، الله عليك. انا مش عارف بس دولا ليه ما طلعش زي حضرتك كده. دوت خايب خايب، لو كان سمع كلامي ما كانش نام النوم اللي هو نايمها دي. يا انا كان نفسي دولا ما يطلعش خايب وطيب كده هون، ويطلع زي حضرتك كده هون مدردح وصايع قد الدنيا وتافه وقليل الادب وحمار، مش كده؟ ليه بس يا عمي كده؟ لا قال لي، قولي يا عم، هو الدكتور قال لحضرتك دولا هيصحى سنة كام؟ صدق لا إله إلا الله. عادل ابني عنده حق إنه يجيله ده الفيل اللي جاله ده. ليه يا عم؟ عشان بيتعامل مع حمار مخطط زيك. ليه بس يا عم الغلط ده؟ وانا الله، على فكرة بقى مش أنا السبب، ده الستات اللي في البيت هم السبب. دولا ما بقاش عارف يرضي مين ولا مين. ستات ستات مين؟ لا ده أنا سعيد، سعيد الشديد، هعرف ألعب الستات دول على الشناكل واخد طربني بايدي. طربنك؟ عمي هو دول اتقتل؟ لا ما اتقتلش، بس ان شاء الله لما يفوق هخليه يقتلك انت. انت بسيب رقبتي، عايز افهم يا عمي. من رقبتك ومال الفهم؟ مش راسي على رقبتي. انا هفهمك يا رمزي. قول يا سعد. الستات دول جنس ملعون، ما هماش لطيف وبتاع زي ما هم عايلين. لا الستات دول مش عايزين الراجل الصريح زي ابني معاهم، عايزين اللي يلاوعهم ويلعبهم على الشناكل. الله 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 عليك يا عمي، الله عليك يا ابني. والله ايه يا ابني، هو انا بغني لك موال شعبي؟ شعبي مين يا عمي؟ ده انت بتقول درر. درر ايه ده؟ انا ما شفتش غباء زي غبائك ده. ده انت غبي طعم. اسمع علي، مش ملاحظ ان انا من ساعه ما جيت مفيش زبون واحد دخل البازار؟ انا ملاحظ يا عمي يعني، وباين على حضرتك كده وان ادمك خير علينا. اسمع، كل التماثيل الستاتي والحاجات المدعلطه ده عايزك تحطهم لي بره البازار، عايز الناس يعرفوا ان ده بازار مش مغاره علي بابا. الله عليك يا عم. ايه يلا، الله عليك الله عليك. والله العظيم انا قلت حضرتك بتقول درر وبتقول احكام وهنخلي البازار ده متحف ان شاء الله. وانت لسه شفت حاجه؟ ان شاء الله البازار ده هخليه يشغي ستات كده، ستات 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 ستات. عمي يعني دولا لما يصحى من النوم هيلاقي البازار ده اتقلب كباريه؟ تعال عايزك. نعم يا عم. فيك من يكتم السر؟ في بير يا عمي. هات ودنك. اتفضل. نفسي افهم انا ايه سبب الهمه والنشاط والشعلله في البيت النهارده. بنجهز العشاء لعمك سعيد زي ما انه جاي. اما بقى انا عامله له حته دين شوربه كوارع هتستاهل بقه. انا قد كده يا خوفي لا يجيله تسمم نتيجه الكوارع. ها يا حبيبي، عامله لك طبق مسقعه هتاكل صوابعك وراه. ايه مسقعه؟ تشوفوه حد يتعشى مسقعه؟ انت عايزه تجيبي له حسبه ولا ايه؟ حسبه ايه يا بابا، دي عامله مسقعه ومش عاملاها حمرا كمان. يا كده يا ام سعيد. اصلا انا خدت المفاتيح من جيب عادل الصبح النهارده لما نزلت. انت قلبت ابنك وهو نايم. ماما قصدها يا بابا يعني البيت بيتك واهلا وسهلا والدم عمره ما يبقى ميه. على فكره بقى البيت كان مظلم قوي 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 من غيرك، من فضلك ما تسيبش البيت وتمشي بعد كده عشان البيت وحشنا. ربنا يخليكي ليا يا جميل. ايه مظلم دي؟ ما البيت منور اهو. قصدك ان بابا نجا فدخلت علينا؟ يا جماعه حرام عليكم، مش هنشتاق يا عمو. امال احنا مش هنتعشى ولا ايه؟ طبعا ده انا هموت من الجوع. اما بقى انا عامله لك حته دين طبق كوارع يستاهل بقك الزقنن ده. ميرسي. يا سلام. كوارع، الكوارع دي احسن حاجه تفيد الرئتين. انا بقى عامله لك طبقه مسقعه، يا سلام، عاملاه بايديا اللي انت بتموت فيه. يا خوفي يا صاحبي لا يموت منها. متشكر قوي يا ام عادل،
لسه فاكره الحاجات اللي انا بحبها. لو كنت يوم انساك افتكر تاني. عايزه اكل، عايزه اكل. الله عليك يا ماما، الله كمان يا ست كمان. هو احنا لسه هنغني؟ عايزين ناكل بقى. انا مش فاهمه ايه جو رومانسيه زي ما اكون ماسوره وضربت في البيت النهارده. الرومانسيه دي اسالي عليها امك. اقعدي كده وانت ساكته. ايه ده وانت مالك انت؟ انت هتوجه لي الكلام؟ ما عايزين يا ماما بس عايزين. لا 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 بس 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 يا ساتر عليكم، ده انتوا مقرفين. اوعوا نروح اعمل فنجان قهوه. اوعوا يا ساتر عليكم. بابا شفتي طفشتيه تاني ازاي؟ تاني وانا عملت حاجه؟ وانا عملت حاجه؟ انا خيبه بس اسكتي والشرب. كده يا بقبوق، طب مش كنت تقولي كنت انا عملت لك القهوه بايدياتي دول؟ تسلم ايديك يا جميل. لا اصل انا بحبها بوش. طب انا كنت هعملها لك بوشين. بوشين دي تبقى كدابه بقى. مش هقول انت دمك خفيف خالص. ده انت اللي زي العسل اللي بصفي والله. طب يرضيك يا ابو عادل اللي قالته انها وانا عماله اتعشى وباكل. لا 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 ما تزعليش منها، دي واحده ست دغله فعلا. بس بقى من فضلك ما تقوليش الكلام الحلو ده، اصل انا لما بسمع كلام حلو بيغمى عليا وبنسى اسمه. انت بيغمى عليكي، انا احسن ما يجيلي صداع منها ومن رغيها دو 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 على طول. انت معاك حق، انا مش قادره افهم صراحه انت عشت مع الست دي ازاي. كان لازم تطلقها من زمان قوي قوي قوي. ايوه عشان كده انا طلقتها عشان ما يجيليش شلل رعاش. فعلا انت كويس قوي اني خلصت منها، دي ست شريره خالص. انت عايز واحده تكون حنينة. ايوه. وتدلعك. ايوه. وتنيمك بدري. وتاخد بالها من صحتك. طبعا. يعني الحاج متولي احسن منك، ما هو اتجوز اربعات. اربعات ده كده على طول في الوش كده جايبها لي. وش ايه؟ قصدك وش القهوه. يا خبر ابيض. وطي صوتك، انعام بتيجي على الريحه. يا مامي فعلا دي وحشه وشريره خالص خالص خالص. بس ايه بقى؟ ايه رايك بقى في الطعم اللي انا لوساده بذمتك مش تجنن، انا شارياه من اكبر مول في مصر. جميل جميل قوي 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 قوي. ميسي. بس عارفه يا بت، ده لو بلدي يبقى 100 فل. بيت بلدي؟ بقول له اكبر مول يقول لي بيت وبلدي. يا مامي لا، عره. بابا من امتى وانت بتقفي في المطبخ يا ست هانم؟ من ساعه ما بقبوق قال لي ان انا هو هيعلمني ازاي اعمل وش القهوه. وش ايه يا موش؟ يلا غوري من وشي. ايه يا سناء في ايه؟ بابا عايزاك انا وماما في موضوع كده يعني بعيد عن السامعين. طب بقى بوقتي انا هضطر ان انا اسيبك دلوقتي. اوكي مع الف سلامة. ما تنسيش البلدي. جامي بلدي؟ ايه ده، انت عايز سمنه ولا ايه؟ انت مالك انت من الحاجات دي حاجه بيني وبينها. بقول لك ايه، تعالى قدامي، ماما عايزاك في موضوع مهم. ماما ام عيالك اللي شافت الايام السودة. اخد اسبرينتين بس واجيلك. ما حضرتك حقنة بنك. اتفضل يا ابو عادل، كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا ام عادل. بس انا عيد ميلادي لسه بدري عليه، فاضل له شهرين. ما حدش ضمن عمره يا اخويا. ماما فلتر، انت هتفولي على بابا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ربنا يديله الصحه وطول العمر. شفت يا بابا، ماما بتدعي لك من قلبها عشان لسه بتحبك، مش مجيده القرشانه اللي قاعده في المطبخ عماله لوك 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 معاك بتعمل لك قهوه فيها سم القاتل. لا لا لا، قهوه ايه وسم؟ والله العظيم ما شربتها، وحياتك انت ما في احلى منك. يا ابو عادل فكرتني بالزمن الذي مضى. عارفه يعني انا الطقم اللي عليك ده احلى من اي كلام. اما كنت واقف مع القرشانه اللي في فلتر. القرشانه اللي في المطبخ بتعمل ايه يا بابا؟ قصدك على مجيده؟ اعمل ايه، دي واحده سقيله، تصدقي بالله سقيله قوي، كل ما اروح في حته الاقيها لزقالي، وانت عارفاني انا اساسا ما بحبش احرج حد. لا يا حبيبي، احرجها واضربها بالجزمه ولا يهمك. فلتر. انت عارفه يا حبيبي نقطه ضعفي، قلبي الحنين ده. كك وجع في قلبك لو كلمتها تاني. فلتر. وسلامه قلبك لما تكلمني. ده احنا هنقضي الليل كله كلام في كلام، انا ملياش غير في الكلام وبس. تسمحي لي افتح الهديه؟ اتفضل. شو يا حبيبتي دي فاضيه ولا ايه؟
كل دي على ده. الله الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. دخلتوني جوه الحلم ازاي؟ ازيكم؟ ايه ده؟ انا كنت نايم، ده انا حاسس ان انا نمت 5 ساعات. يا بيبي يا بيبي، ده انت رحت في معاميك 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 النوم، ده انت نمت 4 ايام بحلم. اربع ايام استغلاك يا عادل، وحشتيني يا عادل. ايه انت مين؟ انا بابا. يا بابا انت ايه عملت ايه في غياب يا بابا؟ لا اطمن، انا سيطرت على الموقف. عارف لولا سيطرت على الموقف ده كان زماني راقد جنبك هنا. يا حبيبي عادل وحشتني خالص. على السلامه. الله يسلمك. طب ما دام انت بقى قدرت تسيطر على الموقف وانا مش عارف، هاتيني كده الموبايل لو سمحتي. يا اختي يا باباي جميله خالص. بابا نمت نمت يعني؟ على السلامه. والله بقول له بابا بتاعه جميل. الو يا دكتور. لا لا الحمد لله صحيت. يا ريت بقى حضرتك تيجي تاخد تمن الحقنه، ويا ريت حضرتك تجيب لي معاك 3 حقن كمان، 4 5 6. ليه حقن؟ ليه؟ ليه؟ محتاجه انام تاني، مستنيك.